المكيف نعمة من نعم الله علينا في صيف الرياض الحار. هنا متواجدين في المكان اللي يصير ترند في صيف الرياض الحار ومع ارتفاع درجات الحرارة، المكيفات وقصتها وبرد وليش ما يبرد. هذا مكيف يا شيخ في أول فريون 22 ملوم، هو هر زيادة ما في مشكلة، هو يمشي كويس. الحين فريون يجي جديد 410، هر زيادة يجي هذا شغل كويس، لكن برودة ما في تلة زيادة، هذا هر مشكلة. نفراد فكر ممكن مشكلة مكيف، لا مكيف أنت كويس. نفراد ركب جديد مكيف بعد ما هو كلام ما يجي برد زيادة، جديد مكيف إيش مشكلة، ما في هو رو فريون، ما في هو مخربان كمبراسر. ويقول محمد أن المكيفات تحتاج تنظيف دوري وخاصة في الرياض. لازم تنظيف زيادة فيه أنت بلوم، هذا غبار زيادة. هذا أنا هنا في ممكن 7 سنة ولا 10 سنة هنا شغل هنا رمال ملوم، هنا في أنا 6 شهر بعد لازم تنظيف مكيف ملوم، زبون كلام تال تنظيف مكيف، تنظيف حتى مويا قوي هو كله تلي غبار بعد شغل مية مية. محمد بعد لقائنا معه راح يحل مشكلة أحد المكيفات. لأخبار 24 عبد المجيد الدلبحي الرياض.